معكم بن قدور بن خده صاحب مؤسسة النقل الصحي الفتح اللي هي نشأتها في 2013. هذه المبادرة درناها درناها للناس المعوزة، الناس المرضى والمعوزة مساكين اللي محتاجين، كاين اللي الله غالب ما عندهاش مسكين، ما عندهاش طما با بيت نقل السبيطار، ولاو يعيطونا الحمد لله درنا الرقم تاعنا، ولاو يعيطونا يتصلوا بينا وحنا نروحوا عندهم للدار. باش نشأتها كما يقول لك بعد الأزمات ولد الهمة، كان في 2010 كان مشكلة على النقل الصحي، المرضى كان عندهم معاناة كبيرة في التنقل. يتنقلوا عبر طاكسيات، عبر لي بيس، عبر الاخر. جاتنا الفكره هذه باه نديروا نشأوا هذه المؤسسه، والحمد لله يا ربي كانت الفكره الاولى بالطاكسي، ومن بعد كاي شاب طامح وسعنا الفكره ودرناها عبر مؤسسه اللي هي مؤسسه النقل الصحي الفتح. المرضى كما تعرفوا مساكين ما عندهمش القوه باه يتكلموا على حقهم، ما عندهمش القوه باه يديروا باه يوقفوا باه يوصلوا للمسؤولين. جيت انايا كليت هذه الجمعيه هذه الحمد لله اللي هي جمعيه الوفاء لمرضى القصور الكلوي، اللي هي كما نروحوا ونعاودوا نولوا الدافع للحق المريض، توقف مع المريض في الاحتياجات تاعه. والحمد لله هذه الجمعيه راهي ناجحه كما راكم تشوفوا. كاين اللي كبار سن مساكن في الاصل يخاف باه يروح للمستشفى مع هذه الحالات الوباء وتزايد الوباء، يقول لك نخاف لا نروح نفوت نجيب معايا هذه الحاله هذه، ولاو يتصلوا بنا ولينا حنا نتنقلوا عندهم ونشوفوا الحاله تاعهم. كيما نقولوا حنا نديروا لهم لي سوا، كاين اللي عنده بعض كاين اللي عنده لي زيسكال في ظهره، كاين اللي عنده جروح كيما النساء، عندي الاخت تاعي مختصه بالنساء كيما لي سيزاريان وكاع، هي دير لهم هذو لي سوا، دير لهم تعقيم، دير لهم الاخر. ورانا نوفقوا ما بين حالات تاع الاصابه تاع الوباء، ورانا نوفقوا ما بين حالات تاع نقل المرضى القصور الكلوي. كما اليوم عندنا واحد الحاله اتصلت بنا الصباح، راه عندها مسكينه بطر في الساق، عندها حاله كما يقولوا حاله ديابيت، حاله سكري، عندها بطر في الساق، والساق الزاوج الثاني راه مسكينه راه تانفكت لها، ورانا ان شاء الله غادي نروحوا نديروا لها لي سوان كما العاده، نروحوا نديروا لها لي سوان، نديروا لها الضمه ونشوفوا واش يخصها. يخلف عليهم كثر خيرهم ويعطي صحتهم ان شاء الله، هم يجوا عندي يداووني بكراعي ويأسوني بكراعي وانا مقطوعه من كراعي. هيا ما نجمش نمشى حتى من حاجتك من الكيلو ما نجمش نمشى. بتكون الناس تعرف هذه المبادره هذه اللي نديرها، نتنقل عند المريض نديروا له لي سوان ونديروا له الاخر الاجراءات تاع الفحص وكاع نديروها مجانيه لوجه الله، اثر هذه جائحه كورونا، خاطر الجائحه هذه مست كاع العالم، ولق الانسان يكون متضامن، ما نشوفوش غير من الجانب المادي، شوفوا ثاني من الجانب الانساني، من الجانب الاخلاقي، من جانب الله كما احنا مؤمنين، من جانب الله عز وجل، الله يجعلها ان شاء الله تكون في ميزان حسناتنا. وثاني كاين بعض الثاني نذكروهم، كاين بعض المحسنين من رجال الاعمال، ثاني الحمد لله يا ربي واقفين معنا، اي حاجه نسحقوها سواء عمليه جراحيه تكون مستحصيه ولا نتصلوا بهم وعمرهم ما بخلونا بها، الحمد لله يا ربي.